نشاهد هذه اللقطات للحظة وصول الأسيرة نورهان عواد إلى حاجز قلنديا. هذه الأسيرة التي وفقا طبعا لإعلام الأسرة بأن الأسيرة نورهان عواد كانت برفقة ابنة عمها الشهيدة هديل عواد البالغة من العمر 14 عاما، كانت تحمل حقيبتها المدرسية في حين أطلقت قوات الاحتلال النار عليهما، فاستشهدت هديل وأصيبت أيضا نورهان بالرصاص، وتم اعتقالها ونقلها إلى المستشفى، وتم التحقيق أيضا معها في داخل المستشفى، وقبل أن تتعافى تم نقلها إلى سجن هاشارون للنساء. إعلام الأسرة كان قد تحدث عن الأسيرة المحررة نورهان عواد بأن النيابة العسكرية الإسرائيلية أصرت على توجيه تهمة محاولة القتل والتخطيط المسبق لتنفيذ عملية طعن بحق الأسيرة المحررة نورهان مع ابنة عمها الشهيدة هديل. إذن نتابع معكم هذه اللقطات للحظة وصول الأسيرة المحررة نورهان عواد إلى حاجز قلنديا. علما بأنه تم الحكم على الأسيرة المحررة نورهان عواد ب13 عاما ونصف العام وغرامة مالية بقيمة 30,000 شيكل.